الحديث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة سجد 5 مرات بلا ركوع، يعني مو صلاة بها ركوع السجود، لا، سجد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قام جلس عن السجود ثم سجد مرة ثانية ثم جلس مرة ثالثة سجد جلس مرة رابعة سجد جلس مرة خامسة سجد جلس. مجموعة من الأصحاب، أحدهم ابن عباس ناقل هذا الحديث وغيره أيضا، قالوا يا رسول الله شنو القصة شنو القضية؟ هذا فد عمل بلا سابق، ما شايفك شنو تسوي 5 مرات تسجد في غير صلاة. فقال صلى الله عليه وآله إن جبرائيل أتاني عن الله سبحانه وتعالى وقال لي إن الله عز وجل يحب عليا فسجدت. والظاهر أن هذا السجود سجدة الشكر. ثم جلست فقال لي جبرائيل إن الله عز وجل يحب فاطمة فسجدت. فسجدت ثم جلست فقال لي جبرائيل إن الله يحب الحسن فسجدت. ثم جلست فقال لي جبرائيل إن الله يحب الحسين فسجدت. ثم جلست، هاي 4 سجدات. بعد من بقى السجدة الخامسة علما؟ فجلست ثم قال جبرائيل إن الله يحب من أحبهم فسجدت. من أحبهم من أنتم؟ نحن نسأل الله أن نكون هكذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد، والظاهر أنها سجدة شكر، شكرا لله. رسول الله يفرح يشكر الله على هذه النعمة. النعمة شنو؟ جبرائيل يخبره إن الله تعالى يحبكم أنتم شيعة فاطمة الزهراء، شيعة أمير المؤمنين، شيعة رسول الله، شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. رسول الله يشكر الله على هذه النعمة. هذه النعمة لكم للمحبين، حتى إذا الدرجة مو رفيعة